السلام عليكم. دائما في إطار المقارنات اللي راني ندير فيها بين الجزائر والجارة المغرب الأقصى، يعني الهدف من هذه المقارنات هو باش نسكتهم. هذه هي يعني في الحقيقة أنا عمري ما خممت نقارن يعني بين مع المغرب، لأن أنا المقارنات يعني ما احنا ما حتنفعناش ما حش تنفعنا، لكن كثروا عليا كثير بالزوخ نتاعهم. اذا انا ونقارنوا في الامور الاستراتيجيه، الامور المهمه، كما اليوم اخترت نقارن الشبكات نتاع الطرق في الجزائر والشبكه نتاع الطرق في المغرب. يعني كي نقول شبكه نتاع الطرق بجميع انواعها، طرق السياره والطرق الوطنية، نشوفوا الشبكة وين هي الكبيرة وين هي نقترب هنا نروح نشوف الشبكة في الجزائر. لاحظ أول حاجة نلاحظها هي الامتداد نتاع الشبكة، مساحة من ناحية المساحة. نشوف بلي الامتداد نتاع المساحة في الجزائر يمتد إلى الجنوب، أما في يعني المساحة هي تعتبر عندها علاقة بالمساحة نتاع البلد، فإذا مقارنة لا مقارنة. العامل الثاني اللي نديرو فيه المقارنة، نديرو المقارنة في الكثافة نتاع لو ريزو تاع الشبكة تاع الطرقات. نشوف الكثافة تاع الطرقات هنا في الجزائر والكثافة في الجارة، هنايا فرق كبير. يعني الجزائر الطرقات نتاعها كثافة من ناحية الكثافة 3 إلى 5 مرات أكثر من الكثافة الموجودة هنا في المغرب. شوف يعني الطرقات، شبكة الطرقات في المغرب، وشوف شبكة الطرقات هنا في الجزائر، يعني على الأقل 3 مرات أكثر بدون يعني حتى ولو نزيد نحسب هنا ثاني الطرقات الموجودة في الصحراء. هي شبكة هنايا ما كاينش كثافة، لأن المدن ماهيش كثيفة في الصحراء، لكن الشبكة في الصحراء تمتاز بطول الطرقات نتاعها. الطرقات نتاعها راهي من 500 إلى 1000 إلى 1500 كيلومتر في الطريق الواحد. وللعلم هذه الشبكة هنا بالأصفر، الطرقات هذه بالأصفر هي فيها دوك أنا نزيد نقرب فيها بالأحمر. هنا نشوف الطرق الوطنية بالأحمر، الطرق الوطنية والطرق السيارة راهي بالبرتقالي، لكن ما تظهرش مليح. هاي الطرق السيارة باللون البرتقالي ما تظهرش مليح، لكن احنا ما عليهش، احنا ناخد بعين الاعتبار كل الخطوط، يعني الخطوط الوطنية زائد الخطوط الطرق الوطنية زائد طرق السيارة. يعني اللون مش مختلف كتير، انا تظهر شوية لكن لا تظهرش مليح. اذا المقارنة عملناها بالشبكات هنا كذلك، الطرق الوطنية في المغرب عليك، نروح للطرق الوطنية هنا في المغرب كيف، لكن شوف الكثافة شوف يعني بين الطريق والطريق بالنسبة للجزائر فرق شاسع. إذن ما نقدروش نقارنو من ناحية بدون ما نعطي الأرقام، يعني نلاحظ برك، يعني نشوف بعيني برك، نشوف الشبكات، يعني ما كاش مقارنة. حتى تونس عندها نفس الكثافة من ناحية الطرقات تقريب،
تقريب، لكن الجزائر اكثر شويه، اكثر هنا نشوف اكثر، لكن واحد المساحه نتاع تونس صغيره. اذا هذه هي القاره الجزائريه، وهذا هو يعني لو ريزو روتي اوتوروتي تاع الجزائر. ونشوف الكثافه، فارق كبير، فارق كبير، وهذا يعني يوحي بان يؤدي بنا باش نقولوا لو ريزون تاعنا لكن فيه 60,000 كيلومتر تاع طرقات في المغرب، في الجزائر كاين 180,000 كيلومتر في الجزائر، 180 كيلومتر تاع طرقات سيارة وطرق وطنية وطرق سيارة. وللعلم كذلك في هذه قضية نتاع الطرقات، الطرق الوطنية أغلبها هي طرق مزدوجة. الطرق الوطنية في الجزائر كان كثير من الطرق الوطنية في الجزائر تعتبر مزدوجة المسار، سيدي رود إكسبرس، وخاصة في المدن الشمالية. إذن هذه هي، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.